مرحبا بكم في القناة تاع أم خولة، وكنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر جميع المتتبعين ديالي. غادي نقترح عليكم الصول المقلي. كنحتاجوا للصول، كنحتاجوا في العطرية الزعتر، الخرقوم، الملحة، سكينجبير، التحميرة، بابريكا، كاين لي بزار، كاين الهريسة غبرة، كاين الكمون، كاين التومة، كاين القزبر والمعدنوس، كاين الحامض، وكاين زيت الزيتون وجوج بيضات. غادي ندوزو للطريقة. بعد ما نقينا الصول غادي نديرو الحامض، زيت الزيتون، العطرية، الصبر والمعدنوس، غادي نشرب من الصول. Thank you.
هذا هو الصول. بعد ما تشرمل غادي نخليوه يترقد شويه ونقليوه. بعد ما ترقد الصول غادي ناخذ جوج بيضات غادي ناخذ الصول ديالنا غادي نديرو في البيض غادي نديرو في السميدة مع الفورص
Thank you.